حلقة جديدة من أب داون نستعرض فيها أبرز الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع. يبدو أنه هلأ فرض الاتفاق بين منظمة أوبك وروسيا على ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، فأوبك قررت زيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً بتموز ونفس الكمية بآب لسد النقص اللي رح نشهده من وراء وقف التعامل بين روسيا والدول الأوروبية. رغم إصرار البنك الدولي والصندوق النقد على أنه تبلش الدولة اللبنانية بإجراء الإصلاحات المطلوبة لإعادة العجلة الاقتصادية بالبلاد، ما زالت الطبقة السياسية عم تبحث عن مصالحها الشخصية وتحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة إذا ما كانت على قياسها. وأكبر دليل على ذلك هو السجال الحاصل بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مئاتي ووزير الطاقة ريد فياض حول الكهرباء، بعد ما سحب فياض من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بند الكهرباء اللي بيتعلق بالخطة والعروض المقدمة من سيمنز وجنرال إلكتريك لإضافة 1000 ميجاوات بالزهراني ودير عمار، لأن هيك قالوا له. وهذا اللي أكده الرئيس مئاتي بحديثه التلفزيوني أنه وزير واجهة بيشتغل بموجب إرشادات الوزير الأساسي جبران باسيل. طالب وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار مصرف لبنان أنه يوافق على منح 40% من مستحقات الجمعيات الخيرية اللي تم تحويلها عن عام 2021 بشكل نقدي. السؤال اللي بيطرح نفسه، من هي هذه الجمعيات الخيرية؟ وكلنا بنعرف أنه معظم الجمعيات اللي بتدعي أنه بتشتغل بالعمل الخيري هي تابعة للطبقة السياسية الحاكمة، فمين هي هالجمعيات اللي بدها تقضي على البقية الباقية من أموال المودعين المحجوزة بالمصارف؟ سمحت وزارة السياحة وبشكل استثنائي واختياري للمؤسسات السياحية كلها بلبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأمريكي على أنه تصدر الفاتورة النهائية مسعرة بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي لآخر شهر أيلول. كما شددت وزارة السياحة على المؤسسات السياحية كلها بالالتزام بالأسعار التنافسية اللي بتراعي القدرة الشرائية لرواد هذه المؤسسات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات المخالفة. بيير أشقى رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق، شو الهدف من إصدار هذا التعميم؟ وهل برأيك هذا القرار بيخدم الحركة السياحية؟ بالمبدأ في 3 قضايا أساسية بالتشاور معنا نحن قدرنا نوصل لهالنتيجة. المشكلة الأولانية كل يوم تقدر تتسمعي على المواطن العادي اللبناني، شوفي الدولار صار ب31، السوبر ماركت غلى سعره، المطعم غلى سعره، إكس غلى سعره، نزل ل27، فلان ما نزل سعره، طلع سعره بس ما بينزله. طيب هيدا موضوع من المواضيع يلي هي أساسية كانت بالنسبة لنا. بذات الوقت من ميلة تاني، نهار التنين الدولار ب28، نهار الخميس 31، نهار السبت 26. طيب هالزلمة يلي قاعد بده يعمل كنترول علي أنا، هالوزارة يلي عندها ناس بدها تعمل كنترول علي بهالطريقة هاي، ولا يمكن ينعمل كنترول على أسعار؟ لا، لأنه عنا الحجة أنه اليوم الدولار ب31، بكرة ب26، بعدين ب28، بعدين ب38. اليوم وقت اللي بتوصالي أنت تعمل الليحة تبعك أنت وأسعارك الفندقية والمطعم، بتكوني على طول أوكي حاطة بالدولار. بأول شيء بنمرق هالأسعار على الوزارة، بتوافق عليه وصبحت انت عمدة الصيفية سعرك بالدولار. فهيدي من القضايا الأساسية. الموضوع الثالث كمان هي انه مين بيلعب بالدولار. كل الناس بتتهم الصرافين، البنوك بتتهم الصرافين، البنك المركزي بيتهم الصرافين، الحكومة بتتهم الصرافين. طيب هالصراف هيدا بعد ما كل شخص فايت على لبنان، هالمليون سايح، مليون ونص سايح اللي جاي، بعد ما ينجبر هو يروح عند الصراف يصرف مصرياته، عم تتوزع هالثروة هاي على كل المؤسسات السياحية. معناتها انت عندك 10,000 مؤسسة على الأقل عم تستفيد هي من الدولار. هي ما عندها قدرة انه تقدر تلعب بالدولار، لأنه ما فيك توصالي لوقت تخلي 10,000 مؤسسة تفقوا بين بعضهم. اليوم بدنا نبيع كل دولاراتنا وبكرة بدنا نشتري كل دولاراتنا.
فهيدي بتخلي انه هالفركتيشن او هالتلاعب بالدولار ما يعيد يصير من خلال الصرافين بلبنان. ونحن تعرفوا انتو كلياتكم انه 70-80% من القضايا اللي بنشتريها نحن عم نشتريها بالدولار. بدنا نروح عند الصراف نصرف الليرة والدولار ونرجع ندفعها للناس اللي بنشتري من عندهم، بيكون هالثروة النقدية الأجنبية موجودة على كل الأراضي اللبنانية. هل هيدا التعميم موجه للبنانيين المقيمين أو إلى المغتربين؟ وعلى أي سعر صرف رح بتتم التسعيرة؟ لا صرف ولا شيء، نحن عم نسعر بالدولار. اليوم سعر الدولار 28، عبكرة منحط 28، تطلع الفاتورة بالدولار 10 دولار، يا بتدفعيها 280 إذا كان الدولار ب 28، يا بتدفعيها 31 إذا كان الدولار 31. حابة تدفعي بالدولار أهلا وسهلا، حابة تدفعيها بالليرة اللبنانية كمان أهلا وسهلا، بس بطل في تلاعب. نعم، هل هيدا التعميم موجه للبنانيين مقيمين أو إلى المغتربين؟ إلى كل الناس، إلى مين ما فات على لبنان، مغترب قاعد بلبنان غير قاعد بلبنان ذات الشيء. شكرا لك بيير أشقر، رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق. هذا كان كل شيء منخبركم، ينطرونا بحلقة جديدة من أب داون وآخر مستجدات الاقتصاد.